طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة وهي الحلقة الثالثة من هذا البرنامج، برنامجكم حدث اليوم. حلقة اليوم سنتناول فيها سيناريوهات المشهد السياسي على خلفية استقالة نواب الكتلة الصدرية ودعوات قوى سياسية لحل البرلمان وإعادة الانتخابات. هذا سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم. تتواصل حلقات مسلسل الانسداد السياسي بالعراق طولا، فعلاوة على استمراره لأكثر من 8 أشهر دون انتخاب رئيس للجمهورية أو الحكومة، ازداد الانسداد عمقا بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان بعد طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتزداد الهوة اتساعا بين فرقاء العملية السياسية بالبلاد. استقالة الكتلة الصدرية حملت في طياتها العديد من السيناريوهات المتوقعة، فمنها من قلل من شأنها واعتبرها استقالة عابرة سيتم على إثرها تعويض النواب بآخرين، ومنهم من اعتبرها بداية مؤشر خطير على تعمق القطيعة بين الأطراف السياسية التي تنذر بانقسام الشارع. وبين هذا وذاك، فإن الحقيقة هي حصول تغير جذري في المشهد السياسي المتحرك في البلاد في قادم الأيام. أيضا مشاهدينا، معنا ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ النائب السابق علي المتيوتي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. في البداية نرحب بك أجمل ترحيب حقيقة، ونشكر حضورك إلى الاستوديو. أتشرف بك سعد غزوان وبقناة الموصلية، اللي هي حقيقة أنا أعتبرها الرافد الرئيسي لأبناء محافظة نينوى في استقاء المعلومات الصحيحة، وأيضا كان لها دور فاعل أيام عمليات عمليات التحرير اللي رافقتنا فيها هذه القناة التي كانت مع القطاعات المحررة من شرق المحافظة وصولا إلى الحدود السورية. نعم. جميل، شكرا جزيلا. شكرا مرة أخرى لحضورك إلى الاستوديو. نبدأ معك حلقة اليوم والأسئلة التي نتمنى أن نجد إجابات واضحة لها ضمن محور حلقتنا لهذا اليوم. حقيقة، كيف تلقيتم نبأ استقالة نواب الكتلة الصدرية، وهل كان هذا الأمر مفاجئا لكم؟ يعني بالتأكيد مخرجات العملية الانتخابية اللي حدثت، رغم تحفظنا على الكثير من الأمور التي شابت هذه الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية من طريقة غير مرضية حقيقة لطموحنا كسياسيين في هذه المحافظة وأيضا كطموح جماهيرنا، لكن مخرجات هذه الانتخابات أوصلت البلاد إلى عملية الانسداد السياسي اللي لاحظناها واللي لمسناها باليد، والدليل عجز البرلمان العراقي عن أن يشكل هذه الحكومة. لذلك لم يكن مفاجئ لنا أنه هناك قرار، هناك خيار سيتخذه السيد الصدر. معروف السيد الصدر بقراراته المفاجئة والجريئة، وحقيقة أقرب، بكل وضوح راح أتكلم، أقرب شركائه يكون ما يعرف بالضبط شنو اللي ناوي عليه السيد. فلذلك أنا أشوف القرار اللي اتخذ قرار صائب جدا من قبل السيد الصدر، لأنه إبقاء البرلمان مشلول وإبقاء لي الأذرع بطريقة الثلث المعطل والثلثين الموجودات الأخر، وأنه ما ممكن أن تمشي إرادة أحد الفريقين إلا بأن يكون العراق ينوضع نصب أعينهم، خيار محترم، خيار صحيح حقا ب كثير من الأمور اللي أعتقد الآن على الأطراف الأخرى أن لا تعتبر هذا استثمار لجني مكاسب وأمور أخرى لكون الشارع، وبالذات الشارع الإطار والتيار معلوم مناطقه ومحافظاته. أعتقد الساحة الآن الشعبية تتصاعد بقوة باتجاه الزعيم مقتدى الصدر. لذلك الأخوة في الإطار عليهم أن يعوا ذلك جيدا، وأيضا أن يعتبروا أنه هذا ليس مكسب، هذا تنازل قدموا هذا الرجل للعراق. فإذا حتى لو كان هناك ضغوط أو كان هناك أمور أخرى، خلنا نعتبر هذا الموضوع تنازل لأجل العراق، وأن
يتم اختيار حكومة تكون أيضا من ضمن رؤية السيد مقتدى الصدر، وأن لا تخرج عن المسار اللي هو راده، ولكن حكومة توافقية. السيد الصدر هو رجل دين، ولكن بما أنه يخوض في مثمار السياسة نعتبره أيضا رجل سياسة. هل من الحكمة أن يقوم رجل سياسي ورئيس كتلة باتخاذ قرارات دون أن المشاورة مع أقرب المقربين له، كما ذكرت أنهم لا يعرفون بعض القرارات التي يتخذها المفاجئة والسريعة والكذا، هل هذه حكمة أم ربما البعض يأخذها بمضمار يقول الحكم القرارات الانفرادية دون التشاور مع أصحاب القرار من ضمن الكتلة؟ يعني اللي قاري المشهد بصورة صحيحة ومتابع كل القرارات اللي اتخذها السيد مقتدى الصدر منذ دخول العملية السياسية وآخرها مثلا ما قبل الانتخابات انسحابه ومن ثم العودة وكذا، يعني ما يتفاجأ في هذا في هكذا قرارات. النقطة الثانية، يعني هناك كان تلميحا من شركائه، أكون حسب التسريبات الموجودة، يعني مو دقة المعلومة تنحسب علي، ولكن هي تسريبات، أنه هو شعر أنه شركائه في وضع محرج بقائهم في هذه الخانة معه، وأن هناك إرادة أخرى وهناك ضغوط أيضا تمارس على شركائه. فأعتقد الرجل وصل إلى مرحلة أنه شركائه في مأزق، بقائهم معه في هذا التوجه كان المفروض، إذا هم فعلا شركاء وكذا كان المفروض أيضا يمضون نفس المضي مالته. قدم استقالة هو ونوابه من المجلس النواب، كذلك المفروض شركاء، وإذا كانوا بمعنى الشراكة دا أتكلم، أن أيضا يقدمون استقالاتهم في مجلس النواب في تحالف السيادة والأخوة في الديمقراطي. لكن الحقيقة أنا أعتقد السيد الصدر شعر أنه هناك ململة وهناك بداية ضغوط من أطراف أخرى باتجاه أطراف معينة مشاركة للسيد الصدر، فشعر بذلك، فأعتقد رفع الحرج عنهم وأخذ أقصى اليمين، يعني ما أخذ خطوة قريبة ممكن للعودة كذا، إذا ذهب إلى أنه أنا أغادر المشهد السياسي في هذه الفترة وعندي الشارع. وأعتقد في هذه الفترة طبعا وليس نهائيا، لا لا، المتتبع للتصرفات أو طروحات سيد الصدر حتى في لقائه ويا الكتلة الصدرية، وقال بالحرف الواحد أنا عازيا استقالة نوابه. قالوا لماذا اتخذت هذا القرار؟ قال لأنني لا أريد أن أشارك الفاسدين. بالضبط، هذه الجملة بالحرف الواحد قالها. حقيقة أنا في العراق لاحظ أكو شغلة واحدة، موضوع أنا لا أتهم السيد الصدر، ولكن أنا أشوف في البلاد إحنا عندنا إذا من ناحية الفقهية ومن ناحية الشرعية يقول الساكت عن الحق معلوم شنو هو واللي كذا كذا. أنا أشوف الفساد بادئ من أبسط مقدرات هذه البلاد، من الروضة وصولان وهكذا، ولكن حسب كبر حجم هاي الشخصية أو الدائرة التي يعمل فيها. فلذلك أنا دا أشوف أنه أنا أتهمك بالفساد وكذا وكذا، وأنا كذا شخصك مو ملائكة، وشخص التيار الصدر أيضا مو ملائكة، وشخص الإطار مو ملائكة، والسيادة والآخرين. ولذلك نلاحظ أن هناك قرارات تصدر من السيد وأيضا من اللجان اللي يشكلها بفصل أعضاء من التيار الصدري ومحاسبتهم، وبعضهم يسحبهم إلى مكانات معينة وبعضهم يحيلهم من القضاء. فإذا الفساد هو حالة عامة. التيار الصدري هم يقولون إحنا ما عندنا وزارات، لكن كنا نعلم هناك وزارات تابعة للتيار الصدري وبصورة واضحة، ولكن بقت هذه الوزارات، الأمين العام المجلس الوزراء موجود أيضا. فإذا الموضوع عملية الانسحاب أنا أعتقد هي عملية تكتيك، وتكتيك عالي المستوى جدا حقيقة. هذا رأيك طبعا، تكتيك عالي بهذه الاستقالة. نعم، وتكتيك بأمانة أنا أشوفه من حكمة عالية جدا. قد إذا كان الآخرين اللي الآن سيأخذون مواقع
كانت تعمل التيار الصدري خصوصا في مجلس النواب. إذا كان الموضوع عملية نشوة وانتصار وكذا أعتقد تنقلب المعادلة بصورة قوية جدا والأمور تأخذ غير منحة. نعم. لذلك أنا دائما أقول على المستفيدين من انسحاب السيد الصدر سياسيا أن لا يشعرون بالزهو والفخر وكذا، إنما فقط يتعاملون بروحية أنه كأنه موجود ويتعاملون بطريقة كذا، لأن الشارع تحت سيطرة السيد الصدر حاليا بنسبة كبيرة جدا. نعم. نبض الشارع الآن يقول ربما هذه الاستقالة يعني له يقين كبير جاءت بسبب ضغوط خارجية على السيد مقتدى الصدر وإرغامه على سحب نوابه ليتيح الفرصة للباقين ليأخذوا الحكم انفراديا. كم تعطي هذا التوقع نسبة؟ يعني ما أعطي 1% لسبب، يعني السيد الصدر وكل شخوص العملية السياسية وتحديدا في هذه الفترة بالتأكيد خضعوا إلى ضغوط خارجية، وبالذات أبان تشكيل الحكومات العراقية في كل فترة من عام 2003 وصولا إلى هاي الفترة دائما هنا الحراك الدولي يأخذ مدى على أقصى ما يمكن، وحركة السفراء والمبعوثين وولاة الأمر اللي يجون واللي كان بعضهم يعتبر نفسه عنده سياسيين تابعين لوا واللي هو بغير دولة أو دولة جارة أو كذا. لذلك أنا أعتقد الضغوط مورست على شخص السيد الصدر ممكن على هذا الذي يقال. نعم. أما أنه اسحب نوابك فهذا موضوع أصلا أعتقد يعني وجهة نظر جازمة أنه حتى الضاغط ما كان فكر بهاي الفكرة. أنا أعتقد شون واحد عنده قبل ما كنا صغار نلعب ودائما واحد عنده هو الطوبة، فهذا هو المتحكم صح بينا كلتنا وبالملعب. فأعتقد سيد الصدر أخذ الطوبة وطلع خارج الملعب الآن، فخلى الباقين يحاولون أن يجيبوا لهم طوبة تمشي إلى لعبتهم إلى جزء بسيط من اللعبة. أعتقد سيد الصدر الآن رفع الحرج عن الجميع في التكلم بضرورة تصليح المشهد السياسي العراقي. هذه التعيينات اللي حدثت في الانتخابات عام 2018 بان تلك المفوضية اللي سوت ما سوت في تزوير الحقائق وكذا، وهذه أثبتها مو على الانتيوتي، هذه أثبتها جهاز المخابرات العراقي ومجلس الوزراء العراقي وجهاز الأمن الوطني والتقارير مال الأممية اللي رفعت كل التفاصيل نعرفها. تنتخب غزوان يطلع علي وواضحة الصورة عندنا، وأنا من الناس خسرت مقعدي لشخصية نافذة في الموصل بهذا الإطار بناء على صفقة عقدت مع جهة كانت ضاغطة ولا زالت ضاغطة. نعم. إذن المشهد السياسي يجب أن يصلح. إذا ظلينا إحنا بس نرجع بي دائما من يصير عندك يعني عذرا للمصطلحات اللي أستخدمها، حتى التاير مع السيارة يكرم السامع مرتين ثلاثة أيام الحصار كان العراقيين يخيطون وكذا كذا. أعتقد إحنا الآن وصلنا مرحلة أكثر من أيام 95 عام 1995 للي مواليدهم صغيرة يسمعني، من كان العراقيين إذا تشوف البايسيكل أو تاير البايسيكل أو تاير السيارة يخيطوه يظلوا رقعون. الآن المشهد السياسي العراقي في عملية ترقيع مستمرة كاملة. السيد الصدر الآن وضع النقاط على الحروف بأمانة. أنا دا أشوف المفروض المشهد يستثمر كالآتي وجهة نظري. نعم. إحنا مقبلين على أنه في نهاية العام المقبل عام 2023 هناك إحصاء سكاني تعداد سكاني، فالمفروض ويا الإحصاء السكاني أيضا تكون ترافقوا عملية انتخابات، فتكون الأمور كلها ماشية في إطار واحد تعداد سكاني، عملية انتخابات مشرف عليها الأمم المتحدة مو شخوصها المعلومين عندنا وتصرفاتهم. نعم. يجب أن تكون نعم إشراف نعم. حقيقي يعني. وبنفس الوقت إلغاء هاي الطريقة الإلكترونية المسيطر عليها بطريقة شيطانية أكون جدا بالوصف دقيق.
فكل هذه الأمور إذا بالإمكان استثمرت بصورة صحيحة ممكن أن يتعدل عندنا المشهد على أعلى ما يكون. وأول ما دخلنا العملية الانتخابية في بغداد وبدأنا نظهر مع الأخوة السياسيين الكبار وصولا إلى أنه بدأنا نأخذ هذا الموضوع، يقال أنه العراق يمر بالفوضى الخلاقة وصولا إلى عام 24، وبعدها تبدأ عملية الاستقرار الكاملة. هذا مو فكري أنا، هذا كنت أسمعه أنا من عام 2014 وصولا إلى هذا الآن. الآن أعتقد إحنا وصلنا مرحلة الفوضى الخلاقة الكاملة، الآن بدأت الأمور تأخذ منحة، حتى هي داعش من ضمن الفوضى الخلاقة. الانفلات الانتخابي في عملية السيطرة المتكاملة على مراكز انتخابية وحشوها باسم تكتب علي يطلع محمد يطلع فلان بدأ يعني بتفاصيل دقيقة. فلذلك أنا أعتقد الآن عملية الإصلاح السيد الصدر وضع أول نقاطها، كيف من سابع المستحيلات أن يفكر أي شخصية سياسية لو عنده نائبين بالمجلس النواب أن يسحبهم. وأنا ليش قلت لك السيد الصدر ذهب إلى أقصى اليمين فضرب ضربة قاضية لكل الساس العراقيين، ويجب أن يستثمرون هذا الموضوع إيجابيا لا يأخذوا من جانب الغناء. هناك من اعتبر كل هذا الذي حصل مجرد مناورة سياسية، ما رأيك؟ بالتأكيد هي مناورة سياسية، أنا أتفق المناورة بعض الأحيان، أنا ضابط سابق، المناورة بعض الأحيان أنت تشوف نفسك في معركة قد تخسر روحك بها وتخسر قطعاتك كاملة. فمن الأفضل أن تسوي مناورة، تغطي على أرضية المعركة، تسحب قطعاتك، تطلعها خارج هذا الميدان اللي هو قاتل، ومن ثم تبدأ بداية صحيحة. وأنا أعتقد سيد الصدر سحب هذا اللي كان في موضع على أقوى ما يكون، وكان الموضوع على مستوى دولي، هناك تصادم على الأرض العراقية. لكن انسحاب الصدر بهذه الطريقة وسحب نوابه، طبعا أنا بأمانة أن يكون نواب لدى التيار الصدري من خيرة النواب في مجلس النواب العراقي، عاصرتهم سابقا والآن هم موجودين بعضهم، انسحابهم أنا أعتبره خسارة كبيرة. أغلبهم يتابع ملفات الوزارات ويجيب نتائج بها في موضوع متابعة الفساد وغيره، لكن نتمنى من الموجودين أن يسدون هذا الفراغ بما يملي عليه ضميرهم ومصلحة الوطن. أول برأيكم ما الذي سيحدث بعد هذه الاستقالة؟ وجهة نظري اللي أتمناها أن تكون هادئة وإيجابية. أعتقد الآن بدأ حراك ما معلن في موضوع حلحلة الأمور مع الأطراف المشاركة الأخرى اللي كانت شريكة للسيد الصدر في مع الإطار. وأعتقد هناك بداية تفاهمات، ممكن تأخذ وقت هذه التفاهمات. يعني هل سيؤدي هذا الحدث إلى حل البرلمان في النهاية؟ أنا ما أشوف حل البرلمان الآن في النهاية. حل البرلمان آنيا أنا أعتقد هذا شيء خطر على البلاد. على البلاد، ودائما نحن نعرف المفوضية تحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر بأقل ما يمكن لحظة الإعلان عن الموعد، لازم قبله 6 أشهر تنطي مجال للمفوضية حتى تعمل وتكمل شغلها. لذلك وجهة نظري أنه الآن العمل راح يكون على انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الوزراء. من ضمن الأمور اللي تم الاتفاق عليها هي تحديد موعد لانتخابات قادمة لا تقل عن سنة موعد لحل البرلمان. أقل شيء سنة، أنا وجهة نظري أعتقد سنة يحتاجها. نعم، يعني في النهاية هل برأيكم سيحل البرلمان؟ بالتأكيد انسحاب السيد الصدر في هذه بداية حل البرلمان، بداية هي التوقيع. التوقيع فقط ظلت بدون نقاط. نعم، جميل جدا، شكرا لكل هذه الإجابات. نذهب إلى فاصل، اسمح لي مشاهدين الكرام، التقونا بعد الفاصل.
عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم حدث اليوم. قبل الفاصل تكلمنا مع ضيفنا النائب السابق علي المتوتي فيما يخص استقالة النواب الكتلة الصدرية بشكل مفاجئ من البرلمان. الآن بعد هذه الاستقالة ماذا سيحدث أو ما هي الخطوات التالية التي سيتخذها التيار الصدري برأيكم بعد هذا الانسحاب المفاجئ، أم سينتظر من الآن لمدة سنة إلى حل البرلمان لن يخطو أي خطوة؟ لا، أنا أعتقد بالتأكيد المشهد يعني سيضع الأمور تحل نفسها ولن يتخذ أي خطوة، أم هناك خطوات أخرى سيتخذها بعد هذا الانسحاب؟ أعتقد مفاتيح الشارع تحديدا ضمن نفوذ التيار الصدري، أعتقد مفاتيح جميعها لدى السيد، يعني أصبحت بصورة واضحة. لذلك خطوات الآن كلها تحت المجهر في هذا المسار. أعتقد إذا ما مشت الأمور بإنسيابية بسيطة، وهذه طبعا تستشفها من تصريحات أغلب قيادات الإطار أنه لن نملي الفراغات، لن 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 كذا، هي الغاية إرسال رسائل إيجابية للسيد الصدر أن إحنا حتى لو كنت أنت ما موجود إحنا حاسبين حساباتك وحاسبين حسابك، ولن نروح يعني في موضوع الخصومة إلى أبعد مدى وكذا. فأنا أعتقد هذه الأمور إيجابية الآن، والطروحات هذه في محلها الآن تحديدا، وأكثر هذه الطروحات دا نسمعها من السيد هذا العامل حقيقة. لذلك أنا أشوف الأمور ماشية باتجاه اختيار حكومة مرضية لما طرحه السيد الصدر سابقا، فحتى لو كان الموضوع إلى أنه يطرح اسم السيد جعفر الصدر قد يجوز ما يوافق الرجل مثل ما نزل هو بالتغريدة أو كذا، لكن الشخص اللي سيقودون المشهد القادم وتحديدا حتى لو مدد للسيد الكاظمي أو تم التصويت على حكومته من جديد، وأعتقد خير من دار الدفة في هذا الظرف الصعب هو السيد الكاظمي. لذلك لاحظنا أنه المشهد العراقي كان صعب وكارثي، كان وقت صعب وكارثي ليس صعب فقط، ولذلك نشوف العراق الآن بدأ العراق أخذ دور، كانت عمان تأخذ هذا الدور سابقا اللي قرب وجهة نظر دول إقليمية، كان العراق الآن يشهد هذا تقريبا السابع أو سادس مباحثات غير مباشرة بين السعودية وإيران، فالآن العراق بدأ يكون مؤثر على الساحة حقيقة. هذا الموضوع يعني جوز السيد عادل عبد المهدي ما أخذ فرصته بصورة يعني واضحة وكذا نتيجة التظاهرات كلها طلعت بأيام وكذا، لكن هذه حقائق يحسب للسيد عادل عبد المهدي، يعني فترته قليلة لكن إحنا ولد الموصل نعرف شنو اللي قدمه السيد عادل عبد المهدي، لأن إحنا كنا عاجزين أن نقنع السيد العبادي أن يعيد لنا منتسبيننا مع شرطة نينوى، يعني آلاف الطلبات قدمت حتى من كنت أنا بلجنة الدفاع وأعضاء المجلس النواب معانا بال 2017 وصلنا إلى عام 2018، يابا بس رجعهم، يابا الناس كذا تعبت كذا. الرجل بأمانة سيد العبادي عنده حسابات وعصامي بشكل وكذا، هاي الأمور ما يتلاعب بها. فلذلك من إجا سيد عادل عبد المهدي بأمانة إحنا كأبناء هاي المحافظة استفادينا فائدة عظيمة، أولا ولدنا اللي كانوا مفصولين انعادوا سواء بالدفاع أو بالداخلية، وهذا العدد بالآلاف، لا زال عندنا أعداد بسيطة إن شاء الله أيضا ترجع بهاي الفترة المقبلة ضمن قانون الطوارئ إذا مش إن شاء الله وما ما صار. يعني إحنا مو حقيقة مو بصدد سرد دورات رؤساء الوزراء، ولكن إذا يعني من ناحيتنا نينوى أنت تقول فادنا أستاذ عادل عبد المهدي بهذه بإعادة المنتسبين المفصولين، بينما تسأل أهل بغداد يقول لك عادل عبد المهدي كتل نص متظاهري تشرين، يعني أطلق الأمر بإطلاق النار عليهم مباشرة وصار اللي صار في كل الأحوال، مدان تصرف القتل في كل الشرائع ومن ضمنها شريعة المتحدث. أما تقول لي الآن في عهد السيد الكاظمي موضوع التهدئة على أعلى ما يكون، نتمنى وجهة نظر محب البلد، يعني حقيقة أتمنى أنه أما يتم التمديد للسيد الكاظمي وحكومة جديدة، وأنه لا تكون منتقات بها شخص
بس يجيبونه والأحزاب تخلي له مدير مكتب وسكرتير وهو عليه يوقع وياخذ جزيء من الدخل والباقي يروح إلى الهيئات الاقتصادية وكذا. أنا ضد هذا الموضوع اللي دا يصير الآن في الوزارات، أن يتحكم السكرتير بالوزير. وأتوقع لو هذا كانت هاي الحالة موجودة في مصر أو دولة من اللي بها مدن إنتاج ومدن الإعلام وكذا، يعني من 2003 لحد الآن هاي موجودة، مو بهاي الثقة كل الوزارات. إذا تسمح لي موجودة، لكن كان الوزير هو الطباخ الأصلي. الوزير هو الطباخ الأصلي، لكن بدع هاي البدعة بعد 2018. الوزير عبارة عن ديكور، ومدير المكتب هو يقود. وهذا بناء على أنا لاحظ هذا بعيني، يعني ما دحكي لك قال من قال، لا أنا دحكي لك وقائع. هذا الموضوع بعضهم جابوا عقود، سووا عقود، هو مدني بخارج هذا الموضوع، جابوا عقد بالوزارة أجور يومية، جابوا سووا مدير مكتب الوزير كذا، وانت قود المشهد وكذا. وبلش الوزير طبعا لا حول ولا قوة أصلا، فقط تنعرض له الجنطة يوقعها ويرجعها. هذه الأمور كانت هيش تندار حتى تكون صراحة. أتمنى أن يكون الاختيار في الحكومة القادمة مو بهاي الطريقة. وأنا ضد أن يكون بعضهم يجي يسوي نفسه تكنقراط، وهو بلي اللي مكمل شغله منتمي للحزب وموقع لهم وعلى على على كذا، ومسلمها الوزارة تراب، وجاي ده يصير راسنا تكنقراط ولا دكتور الأخ وكذا، مع اعتزازي بالأطباء والأساتذة وأساتذة الجامعات وشهادات العليا. لا لا، بس مو كل من أخذ الشهادة العليا. بس ترى المستقلين معروفين أستاذ، والمنتمين للأحزاب أيضا معروفين، يعني أنا كل من اشتغل أنا بحزب أنا مع أنه قناة الموصلية اسمها قناة الموصلية، من يجي بيها شخص مع اعتزازي أمباري كذا يقول لك قناة الموصلية وهذا أنبار، يعني بس أنا إذا أقول أريدها تصير، أنت إذا تقول الموصلية أجيب لها موصلي يشتغل بها حتى تظهر الصورة واضحة ودقيقة. أنت من تقول لي هاي الوزارة تابعة لرئيس الحزب الفلاني علي المفتوتي، أنت ليش تجيب لي تكنقراط وتتحالف لي 100 يمين إنه هذا الوزير متابع لك والدخل كله ماشي؟ لا أخو، أنت صبغها بصبغتك وخلت تصير صحيح حتى أنت أيضا تتحمل مسؤولية. اما انت مو تحط لي هذا الوزير ديكور وتاخذ الدخل، ولمن يصير الامور تقول يعني مو طرف، انا مو طرف بالفشل. وصلت الفكره استاذ، جميل جدا. هل يمكن ان يتم انزال او تنظيم تظاهرات شعبيه من قبل التيار الصدري مره اخرى بعد هذا الحراك؟ وهذا الموضوع جدا وارد، ونسبه لنفرض هذا حصل، ما الفائده من هذا الان؟ اذا نزلت تظاهرات ماذا ستطالب؟ ستطالب بماذا؟ كانت كل معظم مقاعد البرلمان للتيار الصدري وانسحب، الآن تظاهرات الصدرية بماذا ستطالب؟ ما هي ماذا ستكون مطالب المتظاهرين مثلا؟ لا، الموضوع لن يكون مطالب، يعني أنا لذلك يعني الموضوع المشهد قراءته، وأعتقد يعني خلينا نفكر بالشعارات اللي راح ترفعها هاي التظاهرات فيما إذا نظمت، يعني شو راح تكون مثلا؟ يعني هو سؤال على جوابك، على سؤالك راح أمتلك بطريقة سؤال وهو جواب. تمام. يعني هو طبيب يشتغل جراح وجاب المريض وسوى له 5-6 عمليات 7 وصل مرحلة آخر أنفاسه، يعني شنو يطلع الطبيب شو راح يسوي؟ طبيب ما عليه إلا أن يرفع الأكسجين ويشيل المغذيات وينتظر رحمة رب العالمين. أنا دا أشوف الموضوع التظاهرات القادمة، هذا كلام أنا دا أقوله، أتمنى أن ما يكون هذا الكلام. هي آخر فرصة أنه قد تكون ما مسيطر عليها، قد تأخذ الأمور غير منحة، قد يصل إلى عصيان مدني، قد يصل الأمور إلى البلد تمشي إلى المجهول. لذلك الموضوع خروج تظاهرات ومطالب ولافتات، هذا الموضوع أنا ما أشوفه يمشي بهذا المسار. الموضوع عملية قفل أبواب الدولة العراقية وكذا، الله يعلم عاد وين تمشي الامور، قد يجوز نوصل لمرحله تدخل. واحتمالي هذول المتظاهرين خطيه ينكتلون همينه مثل المتظاهرين تشرين. وليش اقول لك الموضوع على الحكماء الان ان هم يشكلون، يعني السياسيين يسوون توقع براس الشعب، وهو ليش الشعب بقيمه بحياته ما كان ضحيه؟ يعني اليوم البارحه واقع ثوره الشواف ب 59 انكتلوا، وش قد من اهل الموصل بذاك الوقت؟ اذا ترجع هسه تقرا المشهد بالتاريخ،
كذا، هم منو سواها؟ سواها يعني هسه السيد مقتدى الصدر اذا يقول لهم طلعوا راح يطلعون بدون من ان يفكرون، راح ينكتلون او ما ينكتلون، ما يفكرون قبل يطلعون. تمام تمام. طبعا السيد الصدر ما راح يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام الى ان اذا عجز او شاف الناس تأبى ان تصلح حالها وحال البلد. وهنا الناس لو سياسيين، ما حتى خلي نفرق، لا اتكلم سياسيين بالضبط، سياسيين هو انا اقصد الان. لذلك انا اطالب الان ان تكون هيئه حكماء. طبعا سيد اياد علاوي اليوم والبارحه طلب ان يكون السياسيين الوطنيين، يعني هو حتى بالتغريده كاتبه هاي الطريقه، السياسيين الوطنيين ان تكون قاعده نتفق بها على صيغه نقرا المشهد. هذا القراءه يجب ان لا تكون قاصره، لي المال يجب ان لا يكون حاضرا في تفكير كثير من القيادات السياسيه اللي تعتبرها مكاسب. الان مو مرحله مكاسب، انا اشوف الان احنا على حافه الهاويه. وجوز الصدر الرجال طلع من شاف السفينه على عائلة الغرق، يعني واضح بالكلام. يعني في ما اذا حدثت التظاهرات ماذا ستكون نتائجه برايك؟ يعني انا اعتقد العمليه السياسيه كلها في خطر، وقد الموضوع يصل الى تدخل اممي، قد يجوز العراق يدخل ضمن طائلة البنود من جديد. هل يمكن أن تحدث هذه التظاهرات تغيرا جذريا في المشهد السياسي كله؟ إذا حدثت سيكون سيكون، وقد نصل مرحلة لا سمح الله إلى أن يكون هناك لفترة ما احتكاكات، أتمنى أن ما تكون، لكن إن شاء الله الأمور إذا الحكمة حضرت تمشي الأمور بإيجابية. ماذا لو قام البرلمان بتعويض النواب المستقيلين من أي كتل سيكونون؟ أولا هو من حقه أنه يعوض، خلي نقول واقع، لا هي التعويض قائم، أي من حقه يعوض من غير كتل؟ لا هم القانون الجديد بعد ما المحكمة الاتحادية صار طعن ومشت الأمور بهذا السياق، يعني انطت استفسار واضح. نعم أنا في عام 2018 كنت الاحتياط الأول، لكن تقول لي راح أصعد، ما كنت أصعد لسبب، كان السيد ثابت العباسي الاحتياط مالته ولد مرشح ويانا اسمه أيتكين ب26 صوت، وأنا جايب 5500، أنا ما أصعد لأن القانون يقول يصعد بديله من نفس الحزب، وبديل ثابت العباسي 2018 اسمه أيتكين يمكن يجاع العراق مرتين ثلاثة فقط، ساكن بتركيا عنده 26 صوت، فالقانون كان ظالم بهاي الطريقة. أما هسه القانون الجديد المحكمة الاتحادية يصعد عنده أصوات يصعد أكثر، أعلى الأصوات في الدائرة، لذلك إذا ملاحظ الأسماء نشرت أنه منهم اللي يصعدون، أعتقد تقدم عندها مقعدين راح يجيها من بغداد، في المناطق الأخرى أغلبها، يعني المعلومات اللي عندي أنه الإطار إذا ما تم التعويض داخل البرلمان راح يحصل على 185 مقعد. نعم. وهذا عدد يعني يقوم هو يختار شركائه. هو يختار شركائه. انتبع على هذا الكلام. وأعتقد يعني البرلمان. الإطار. نعم. إيه؟ ها من حقه من غير كتل على الكتلة الصدرية. أنا مثلا بالسيادة. عندي قطبين بالسيادة، السيد الحلبوسي والسيد الخنجر، أكون واضح بالكلام زين، وأنا رئيس الإطار وعندي 185 مقعد، أنا إيش قد محتاج؟ أنا محتاج الآن 35 مقعد أكمل 220 وأمضي أشكل كل شيء من رئيس جمهورية نزولا زين. فأني أجي على سيد غزوان عنده 35 على قد اللي أريده، أنا ما أحتاج الآخرين، محتاج بس سيد غزوان، فأقول له تعال أخويا ويانا ونشكل والباقين يروح المعارضة. وإذا قالوا له ليش الباقين تفرض عليهم معارضة، راح يقول مو أنتوا البارحة رحتوا ويا السيد تفرضون علينا إلا نصير معارضة، نقدر إحنا نسوي وياكم بهذا الشيء. بس لكن الرؤية اللي أنا افتهمتها وسمعتها وتابعتها أنه الإطار الآن في موضوع منفتح على الجميع، ويريد الكل تشترك بالحكومة حتى ما يريد يدخل بهذا المسار اللي كان سوى انسداد سياسي سابق. برأيك راح يقدر الإطار يكمل النواب المستقيل، يعوض النواب المستقيلين؟ يعني قانونيا ودستوريا يجب إكمال النواب قانونيا ودستوريا، لكن إذا جينا على تصريحات سيد هادي العامري أغلبهم يقول لك إحنا ما راح نمضي في موضوع تستشف منها مو نصا أنه ما راح نمضي في موضوع
تكملة العدد أو تصعيد نواب ما يعني أعلى المرشحين اللي فائزين اللي ما فازوا يصيرون البدلاء. لذلك أنا أشوف هي للمرة الأولى تصير بالعراق. قبل كان نائب يستقيل نائبين، بس مع 73 نائب قصة واحدة نعم مو سهلة حقيقة. لنفرض أنه الإطار قدر يكمل، إذا ما الحكمة من انسحاب السيد الصدر؟ راح يخسر، خسر مقاعد البرلمان وعدنا إلى المربع الأول، وكأنك يا زيد ما غزيت. بالنسبة للإطار الآن إذا عوض ومشى وكذا مشنه راح يكون حذر جدا، ويكون كدبيب النمل حتى ما يصير أي ضوضاء وضجورة من الآخرين. فهذا الموضوع راح يأثر على المشهد العراقي كله بشكل إيجابي برأيك؟ ستمشي وجهة نظري أن الأمور راح تمشي بشكل إيجابي حذر. نعم، ما هو رأيكم في الدعاوى السياسية التي صدرت عن 7 قوى سياسية بخصوص تشكيل حكومة انتقالية مستقلة من الكفاءات الوطنية النزيهة تأخذ على عاتقها تهيئة الظرف الملائم لجرى انتخابات جديدة؟ يعني أنا أعتقد هذه راح تكون ما بعد زعل السيد. أنا كنت بالخضراء لما السيد مصاب خيمته باب الخضراء وشون حصرنا داخل مجلس النواب، والتفاصيل عندي هسه البعض يقول عن تيوتي شو حيل مقتنع بالسيد وكذا. أنا مو مسألة قناعة، أنا دا أحكي معطيات. المعطيات اللي شفتها أنا بعيني شفتها وكيف إنه مجلس النواب شل بالكامل والمنطقة الخضراء شلت بالكامل أنذاك، الآن الصورة بعد أكبر، المشهد صار تحت السيطرة للسيد أكثر. لذلك أشوف هذه الدعوات هذه جدا إيجابية، جدا إيجابية، لكن هذه أيمت راح تكون تكون أمر واقع إذا لا سمح الله الأمور أخذت منحة للاحتكاك ونزلت الناس للشارع هذه الأمور. أما الآن ما طول الأمور ماشية أعتقد ما راح تحظى هاي المبادرة إلى شيء مرضي منه. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه الإجابات أستاذ علي المتوتي. نذهب إلى فاصل ونعود بعده لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل انتظرونا لنكمل الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل نكمل حلقة اليوم. قبل هذا الفاصل كنا مع ضيفنا النائب السابق علي المتوتي بصدد أنه الدعاوى السياسية التي صدرت آخرها عن 7 قوى سياسية بخصوص تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية والنزيهة. بالمناسبة أستاذ علي، هذه القوى اشترطت أن يتم تعديل المنظومة الانتخابية عبر تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية قبل إجراء أي انتخابات أخرى، ما رأيكم؟ يعني أنا مع هذا المطالب في موضوع تعديل قانون الانتخابات، يعني أصلاً المحكمة الاتحادية أيضاً طالبت في هذا الموضوع، وهذا القوانين اللي أنشئت أو استطاع تمريرها بعض القيادات في مجلس النواب أعتقد هي لحسابات ضيقة وحسابات مصلحية سواء حزبية أو فئوية أو شخصية. لذلك هذا القانون جائر وأنهى مقومات كثير من مناطق ما خلى لها حضور ولا خلى لها تمثيل كان المفروض تكون موجودة داخل مجلس النواب. فلذلك أنا أعتقد وإذا لاحظت أنت أكو بعض الناس اللي صعدوا يعني هو ما يعرف شلون صعد اصلا، يعني الكرسي ما مفصل عليه، يعني بعده صغير على هذا الكرسي ما يليق بناس
جايب أصواته سواء بشراء ذمم أو بأمور أخرى أو من خلال جهات دولية تضيف له أرقام أو كذا. يعني أنا دائما أقول واحد إذا ما يقدر هو أن يجيب درجاته بمعدل 99 وكذا ويدخل طبية، معيب جدا أنت بهاي شغلت البراشيم والكذا والكذا، وطريقة أنه جايك مدرس مراقب هو مؤتمن أنه يقف فوق راسك وينطيك الحلول كلها، تا والله أنت شنو والله طلع الطبية وأنا رايح على الطبية وكذا، والناس تعرف مستواك أنت قبل أبو الخمسينات، بيوم وليلة أنت تصير لي مستواك بهذا الموضوع. فلذلك هذا القانون والمفوضية تبديلها من أولويات أي انتخابات، وأنا من الناس اللي أطالب، وأنا عدة مرات طالبت في كل لقاءاتي وأيضا في محافلنا السياسية أنه المفوضية تتغير، ومجلس القضاء الأعلى أعتقد يعني ما أنا مو جازم بهذا الموضوع، لكن أعتقد لن يكون طرف في موضوع المفوضيات القادمة. هل تعتبرون أن حل البرلمان سيضع حد لهذا الانسداد السياسي الحاصل؟ حل البرلمان أنا أريد من عند البرلمان ما يحل نفسه إلا يغير القانون اللي سواه، هاي النقطة اللي هو هذا قانون الدوائر. قانون الدوائر هذا نعم، أنت شلون تقبلها سال غزوان تجيب لي القيارة تحط لي على المأمون، أو تشيل المأمون وتودي لها على القيارة، هذا كارثة. تجي لي ناحية القحطانية من بعاجل ضيف لي على سنجار، تجيب أني عندي هنا 18,000 ناخب نازح ما تخليهم ينتخبون، والله شو لازم تروح تنتخب لي؟ اكو فد اجراءات هي متعمده برايك؟ طبعا متعمده لشخص معينين، كل واحد رسم الدائره مالته بالفرجال الاعوج، واذا تريدي انا نزلت فيهم منشور في حين كتبت اخوه يوسف اللي كانوا نواب في الدوره الرابعه اللي كانوا متسيدين المشهد 3-4، سميتهم اخوه يوسف، هم اللي سووا القانون وهم اللي ظلموا أهل نينوى وهم ما خلوا التمثيل الحقيقي في نينوى، والآن التمثيل النيابي لأهل نينوى مو حقيقي. نعم مو حقيقي أبدا هذا التمثيل الآن. الآن وأنا ما معترف بكثير من حصل واسمه وكذا وكذا، أنا ما معترف بهذا. ما هي الطريقة التي تخول حل البرلمان بالصيغة القانونية؟ تمام، يعني هو اكو خيارين لحل البرلمان. البرلمان مباشرة هو يحل نفسه، وهذه صعبة طبعا، مستحيل يصوتون على نفسهم. البنشرتي بلد شابيه، البنشرتي او الطبيب او المضمد، ومدوا كل الناس مرضى يجون، وهذا مدوا كل سياراتهم عاطلة، هذاك الاخر وهكذا. فلذلك انا اشوف ما حد يمد يقطع راتبه وراتب حماياته طبعا وكذا. هاي نقطة. النقطة الثانية، طلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية طلب مشترك. من منو؟ من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية طلب مشترك. مشترك يحل إلى وين؟ يرسل إلى مجلس النواب، يرسل إلى مجلس النواب بأن تحلوا البرلمان. الفقهاء بالقانون مختلفين في موضوع طريقة الحل بهاي الجزئيتين، أنه يقول لك أنه بالطريقتين لازم البرلمان هو يصوت على نفسه، وما سوينا شيء بهاي الحالة. لكن أكو طرح قبل كم شهر انه البرلمان تصير دعوة بالمحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية تشوف انه البرلمان كان عاجز عن ان يشكل حكومة، واستنفذ التوقيتات الدستورية اللي هي خلال 60 يوم يصير رئيس الجمهورية وكذا. فهنا تبادر المحكمة الاتحادية في حل البرلمان مباشرة بقرار من عندها بناء على المعطيات اللي قدمت للمحكمة. هذا الموضوع أعتقد إذا الأمور استمرت بهذه الطريقة، لو ما استمر الأمور بهذه الطريقة أعتقد هذا الخيار كان راح يكون يجوز بعد شهرين ثلاثة، لكن أعتقد الآن البرلمان بناء على إرادة الإطار وترضية السيد الصدر سيحل نفسه في مدة لا تتجاوز السنة. أتصور هذا الكلام. إلى أين سنصل في البلاد في حال رفض نواب البرلمان حل البرلمان؟ سال غزوان، احنا في العراق ما عندنا رفض قاطع، عندنا الان القرارات تطبخ وتقر بناء على مو سبعة، راح اقول لك 10 شخوص في العراق، اذا ذول العشرة قعدوا تمشي موازنة وتمشي قرارات وتمشي قوانين وتمشي كذا. فلذلك ماكو عصيان، وإذا السركال
بلغهم تصوتون بفلان يوم على حل البرلمان، هذا ما ينحسب. نعم. إذن ما فائدة مجلس النواب؟ يعني في الدول الديمقراطية هناك برلمانات للحد من الدكتاتورية، هي عكس الدكتاتورية. يعني الديمقراطية عكس الدكتاتورية. ماذا يميز الديمقراطية؟ هناك برلمان، هناك رئاسات، هناك أكثر من جهة تناقش في اتخاذ قرارات البلاد. الدكتاتورية الحكم المطلق. إذا كان مجموعة من الأشخاص لا على عد الأصابع يرسمون يعني صيغة العيش في بلد معين، رجعنا إلى وهذا هو الموجود، هذا الحقيقة. يعني ما سوينا شيء. لا واقع هذا. من احنا من عام 2003 هذه الأمور بهاي الطريقة تنقاد. يقعدون النواب الفلانيين بالكافتيريا مال مجلس النواب إلى أن يجيهم التليفون، الأمور أوكي، فوتوا جوا صوتوا. هاي الحقائق يعني ثبتها عليها. إذا قام رئيس الكتلة من الجلسة وبس قال هيجي قوموا، ما يراد لها راح للقاضي، هاي ثوابت. فإحنا ماضيين في موضوع ما تحرك ما حد يتحرك طبعا. لا من أنت تدحق على يدي. أي بعضهم أنا يعني لا أتكلم طبعا، مو الكل يعني للأسف. إيه مو الكل 90%. لا يعني أقل القصد أنا اللي أريد أصله، أن البعض جاي هو ما يعرف هو شنو النائب، هو جاي بعضهم مو هاي كل هاي دوران. ليش ما ينصلح حال البلد؟ هاي البلد لأن المواطن هو اللي يخرب. المواطن دي يخرب. المواطن شون؟ أنا دا أقول لك برصيد أبو الخمسة، عذرا لل برصيد أبو الخمسة يبيع صوته. استاذ حتى الواحد تافه. استاذ حتى لو ما يبيع صوته، لحظة خلينا نكون منصفين. ويا الناس الفقرة اللي ما يعرفون بالسياسة، ماشي بالبطانية، طالع بطانية باع صوته. تمام لو لا افرض هو ما رفض، ما انطاله صوته ولا استلم كارت موبايل وراح صوت، يعني ما هاي ثانية. ما عندك هاي المشكلة. ما ينطي تنطي صوتك برصيد، تنطي ما تنطي اني اخلي ورقتك بعدين بالتزوير. يا عيني هاي ثانية زين. فالعالم واصلين هذا الرصيد احسن من لا شيء، واصلين ايش قناعة. يعني هو اذا انطيك مثال حتى تكون الصوره واضحه قدام الجمهور. نعم. نائب اشترى اصوات في 2014، ها، من كذا عدد تقريبا نقول 1800 صوت باعهن فلان. خوش دفع فلوسهن هذا الرجل. وجنوا هاي الاصوات والناس طلعت انتخبته بناء على مبالغ في حين. تمام. هاي الناس صار عليهم مصيبة، صار عليهم شيء جلل، شالوا التليفون على صاد غزوان لما نطوا ذيك الأصوات 2014. يابا الحقنا، قال يابا الحقنا يا معول، قال شنو احنا كنا بالسوق تعاملنا، أخذتوا فلوس وانطيتوني أصوات، شنو أنا ما دخل بكم. وسكتوا بلعوها وسكتوا لأنه ما أخذين فلوس. طبعا. لذلك أنت من تأخذ فلوس برصيدة بالخمسة وكذا. خلي أنا أعطيك مثال. جاني شخص عنده طفلة، ورحت لوزارة الصحة سويت له موافقات وحالوا اللجنة الطبية، واللجنة الطبية قررت إفادة هاي الطفلة للخارج، وراحوا على الخارج والدولة صرفت عليه يمكن 3.5 دفاتر، ويجيني أنا هناك أضيفه وأقوم له بالواجب وكل هالحسابات هذه. قبل الانتخابات باعني ب50,000 على مرشح بالدائرة الثامنة هنا بداخل الموصل الأيسر. فأنت 50,000 والله ب50,000 وتشوفوا هسه همي أنا مشتري له عباية ب25 وصاير كذا أنا ما أريد بداخلنا صاير صار غزوان للأسف الوفاء صار إلا ما رحم ربي، والناس اللي أهل حظ بخت واللي تنكر قامت الناس تنكر الطيب. حش من أقول بوجهه، هذه مو أخلاق مجتمعنا ولا أخلاق شعبنا حقيقة. مع بعد 2014 بدينا نشوف شغلات، ما أدري إحنا لأن ما عشنا بذيك الظروف وكذا، لازلنا ندور مبدأ وندور كذا، ولذلك تلقينا ما نفوز بالانتخابات. أنا يعني مو داسي للي فازوا، لكن أنت إذا متشلب على أن تأتي يدور مبادئ ويدور محل يتعدى على الموصل ويدور محل يبوق فلوس الموصل ويدور كذا، هذا ما يمشي. هذا يسولف
موديل مع الستينات مع العهد اللي اي اللي اللي يحكي الحق اي هذا ما هذا موديل قديم موديل قديم اللي يكذب يريدون واحد يضحك على العالم وينصب على العالم هذا موديل موديل جديد وراء الالفينات للاسف يعني. جماهيرنا بعضها حشاهم الناس الشرواكم ترى ثابته جماهيرنا بدأت تتعاطف ويا هذا الفهلوي هذا اللي يبوق من هنا ويجي ينطي من هنا وكذا يعني احنا كنا نصرف رواتبنا رواتبنا والله انا ما استفاديت من مجلس النواب ومطلعين الناس لا رواتب ولا بامور اخرى قط ليش لان كان النازحين فوقنا 3 سنوات ونص ومشاركين بعمليات التحرير ودعمنا شرطة نينوى ودعمنا الحشد ودعمنا كذا وشكلنا حشود ونصرف عليها من جوبنا حتى تحرر مناطقنا وعلى المخيمات مخيم مخيم وشالين علاقة فلوسنا ونوزع للأرملة وللمتيم وللفقير أنا مو رحت على كل المخيمات أنا رحت على ناس اللي في حينها كنت أعرف هاي جماهيري بيها والناس اللي محتاج الأستاذ النائب السابق علي المتوتي كنت ضيفا خفيفا ظل في حلقتنا شكرا جزيلا لحضورك هذا اليوم شكرا أستاذ غزوان لك والأستاذ غازي فيصل وكادر قناة الموصلية شكرا حقيقة. جزيلا أتمنى ما نكون ثقلاء عليكم أكيد إن شاء الله شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقيك بفرص أخرى إن شاء الله إن شاء الله أيضا مشاهدين الكرام شكرا لكم وعلى حسن المتابعة والإصغاء ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة ضمن برنامجكم حدث اليوم إلى اللقاء.